كبرلمانيه عن جهاز الدار البيضاء ما يمكنش انني ما نجيش وما نوقفش هذه الوقفه هذه، خاصه ان المشكل ديال غلاء الاسعار كلشي تسكوى منه. الحكومه عوض ما تستجب للطلبات العديده اللي درنا، كنلقاو ان الاسعار غدا في تصاعد خيالي. الجيب ديال المغربي ما بقاش قاد، القفه المغربيه غدا وكتقلال، وقفه احتجاجيه سلميه كتعبر على الموقف ديال المغاربه ديال الساكنه ديال الدار البيضاء على الاكتواء ديالهم من هذا الارتفاع المتصاعد، هذا الارتفاع اللي ما بغاش يعرف واحد توقف. الحكومه تتعطينا وعود، كتعطينا وعود اللي ما بغاش تحقق. هذه الوقفة هي وقفة ضرورية من أجل التعبير على التدمر والقلق ديال البيضاويين. محمد كورتي رئيس المنتدى الوطني لحرية حقوق الإنسان، حضرنا اليوم لساحة صلاغنا باش احنا نشاركوا إلى جانب الإخوان الفعاليات ديال الدار البيضاء اللي نظموا هذه الوقفة هذه، باش احنا نرفعوا الصوت ديالنا ونقول اللهم إنا دم الكر. راه الأسعار يعني راه طالعة بزاف كاع، وراه كاين واحد الغلاء اللي هو فاحش، والقدرة الشرائية ديال المواطن ما كتحملش، وبالتالي راه حنا تقهرنا. حنا جينا نقولوا هذا الصوت إلى جانب الإخوان ديالنا وجانب الأخوات ديالنا اللي حاضرين اليوم في هذه الوقفة في ساحة صلاغنا في الدار البيضاء هذه، وبغينا الحكومة أنها ترجع للوعي ديالها وأنها تواصل مع المواطنين وتقول لنا شنو كاين، وفينا هو التنزيل ديال البرامج الحكومية، البرامج الانتخابية، هذاك الشيء كيبقى حبر على ورق ولكن على أرض الواقع راه ما كاين حتى شي حاجة. وبالتالي واش هذه مؤامرة ضد البلاد؟ الله أعلم، حنا ما عرفناش شنو كاين. وبالتالي حنا كنقولوا اليوم بأننا في الدار البيضاء يعني فرحانين الحضور ديال جلالة الملك هنا في الدار البيضاء، ولكن راه حنا كنستنكروا هذا الغلاء هذا وكنستنكروا هذا الشيء هذا، وبغينا الحكومة تعاود تواصل مع المواطنين وتقول لنا فين كاين المشكل، لأن البطاطا ديالنا والمطيشة ديالنا والبصلة ديالنا وكل شيء ديالنا وكناخذوه غالي، بينما السلعة ديالنا المزيانة كتمشي على برا، اللحوم ديالنا في المستوى المزيانة كتمشي على برا، وكيجيبوا لنا داك الشيء ما عرفناه بكار، ما عرفنا شنو، ما عرفنا طايرة بكار، ما عرفنا شنو كاين، كيجيب لنا اللحوم اللي ماشي هي هذيك. وبالتالي فشويه الكرامه للمواطنين، شويه الكرامه للشعب المغربي. الشعب المغربي راه ماشي حولي، راه ماشي كيشوف، راه عارف شنو كاين، ولكن راه الناس كتفكر الاستقرار ديال البلاد، لان شافت شنو وقع في الدول المجاوره. وبالتالي هاد الناس ما يستحمروناش، هاد الناس هادو رجعوا للوعي ديالهم، اللي يشوفوا القدره الشرائيه ديال المواطن، يديروا واحد الاجر للمواطن الضعيف، اجر اللي يكون مباشر. الحمد لله البلاد فيها الخيرات، فيها ما يدار، فيها هذا، ماشي يتبرعوا هما ويقسموا الغلابين ويقهروا هذه الامه هذه. اللهم انا ضام الكر، هذا صوت من بيضاوي من ولد سيدي مؤمن كيرفع الصوت ديالو كيقول اللهم انا ضام الكر. وهذه مؤامره كنشوفها ضد البلاد، لان صراحه هي هذه، وهذا احراج كبير فيه لجلاله الملك. هاد الناس كيحرجوا جلاله الملك مع الشعب اللي متمسك به ومتمسك بالثوابت يعني الوطنيه. وتحيه طيبه وتبارك الله عليكم. حنا تنحضروا اليوم في هذه الوقفه اللي دعت لها الجبهه الاجتماعيه، اللي كتضم تنظيمات نقابيه وسياسيه وجمعويه. لماذا؟ لان كاين هناك يعني الاحتقان غير مسبوق بسبب الغلاء يعني اللي تجاوز كل التوقعات. غلاء اللي اليوم كتعامل معاه الحكومه بنوع من اللامبالاه، نوع من التجاهل. حكومه اللي اليوم بان على انها فشلات في تدبير ازمه الغلاء، فشلات في التصدي للنوبيات ديال المضاربات، فشلات في انها تجاوب مع الانتظارات ديال المواطنين، اللي اليوم كتفاقم المعاناه ديالهم بسبب يعني الازمه المتواصله واللي كتزيد تفاقم ديال الغلاء. في الوقت اللي كنا كننتظروا انها تتخذ اجراءات وتدابير اللي من شانها انها تخفف من الحده ديال المعاناه وديال الاحتقان بسبب هذا الغلاء، تلقاو على ان الحكومه كل مره كيجاوبنا الناطق الرسمي يعني بتصريحات لا علاقه لها بالواقع، تصريحات اللي كتبين على انها حكومه منفصله عن الواقع، حكومه اللي ما عارفاش اش واقع على ارض الواقع، حكومه اللي في الواقع كيبان على انها حكومه ديال سياسه تفقيريه، ديال اغناء الغني وافقار الفقير، حكومه اللي اليوم كتكرس وبالواضح زواج المال والسلطه، وبالتالي هي راه مستمره في سياسه ديال اللوبيات
وديال المافيات اللي اليوم سيطرات على جميع مفاصل البلاد. احنا عايشين في راه ماشي كل شيء تزاد، بطاطا، مطيشة، حالة كاع عندها الدرويش ما يعيش. شي الدرويش راه ما يعيش يا خويا صراحة. مطيشة رضعت بنك فرنك 300. ايوا هاد العام كاع ما طيبنا الحرير هذا. كل شيء الناس مطيبة الحشوة. والله العظيم أنا منهم. ها هو اللي كتبوا على راسنا. زعما راه واحد الحالة لا يطرانا. ايه وانا راك ديش منه ما كاين حتى شي مشكل من حقنا اخويا. لا احنا لا ولادنا الله يهديك. ايه يلا اخويا.